ياه، أخيراً رديتي تقابليني. أحمد، أنا عايزة أشكرك على اللي عملته معايا امبارح، وعايزة أقول لك أنا آسفة على كل حاجة. بص يا دليلة، أنا جنبك وهفضل جنبك مهما حصل. ريت بقى بعد إذنك يعني ما تعتذريش على أي حاجة خالص. أنا فاهم ومقدر اللي أنت بتمر بيه في حياتك. قولي لي بس، طمنيني يعني كده على المشكلة اللي عندك في الشغل. لا، الحمد لله العميل وافق إن هو يتنزل عن جزء من الشرط الجزائي، وإحنا وعدناه إن إحنا هنصلح الشغل ونسلمه له في أقرب وقت. أنا مش عايزة أدوشك بتفاصيل الشغل لأن الشغل مقدور عليه. اللي أنا بجد شايلة همه حسام، مش عارفة أعمل معاه إيه. بصي، أنا بقول يعني إنك تعديها المرة دي، يعني ضيعي عليه فرصة إنه يتخانق معاكي. ده رأيي. عارف يا أحمد، نفسي أغمض وأفتح ألاقي حسام سافر. وأنا نفسي أغمض وأفتح وألاقينا أنا وأنتي بقينا مع بعض. معلش، طلبت معايا صراحة. يا رب، أنتي وشك أحمر كده ليه؟ والله ما قصدي. معلش، بس كان لازم أقول الكلمتين اللي في قلبي دول. ها؟ السكوت علامة الرضا ولا إيه؟ ما تقلقيش. أوه، في إيه تاني؟ أنا مصدقت إن أنتي ضحكتي. أنا بفكر في أي إنسان بيقرر يتجوز ويخلف ويربط نفسه بشكل أبدي بشريك حياته حتى لو قرروا يتطلقوا. قصدي يعني إن هما لازم يفضلوا متفاهمين عشان خاطر الولاد أيا كانت الأسباب. أنا بقى مش عارفة أنا نجحت في ده ولا لأ. أنت حاسس إنك عملت ده مع درة ولا لسه زي حالتي؟ والله أنا بحاول، بقالي فترة طويلة جدا بحاول، بس أنا بقى عندي سبب أقوى بكتير إن أنا أدخل نفسي معاها في مشاكل ولا في خناقات. لأني بصراحة قررت إن أنا أفتح صفحة جديدة مع واحدة كده حركت لي قلبي. تخيلي، بقالي سنين قلبي ما بيدقش بالشكل ده خالص، كأني عايز أغير مراهق ولو مرة بيحب. يا ترى بقى هي قلبها اتحرك زيي؟ لا، ما انت مش هتفضلي ساكته كده ومنفضلي طول الوقت. دليله، انت قلبك اتحرك زي ما قلبي اتحرك. انا رايي بلاش تواجهيه يا زيزي، لو قلتي له حاجه هيبجح اكتر صدقيني. لا، انا لازم اتطلق. ايه الهبل ده؟ ما قلت لك ده مش حل. الحل هو المواجهة، مفيش حل غير كده. دليلة جت اهي. ايه، عاملين ايه؟ زيزي اتأكدت خلاص ان جوزها بيخون. ايه؟ يا نهار ابيض. طب وبعدين؟ ولا قابلين. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الرجالة. عندك حق والله. ايوه، ما انا قدامكم اهو. فضلت اشتكي ان انا موحودة، وده أول ما رجع من السفر فجأة اتكتم على نفسي، ما بقتش مرتاحة في البيت بجد. معقول؟ ده ما كملش يوم ومن ساعة ما وصل عمال يفرك ويزن وينق ويتضايق ويتعصب، كأني مخلفة ثلاثة مش اتنين. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.